تنهال كل هموم علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتنهال كل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، لا زال بنا المطاف في ركن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة في الله، كما ذكرنا في المقام السابق أو في الخطبة الماضية، أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها طريقها الخاص ولها شروطها ولها مسلكها الموروث من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكرنا من الشروط اللازمة للدعوة والداعية أن يكون على علم وبصيرة حتى تكون دعوته على منهج الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. في هذا المقام اليوم نتناول بندا أيضا وشرطا من أهم الشروط التي يجب مراعاتها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو الصبر واحتمال الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. الصبر بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله وقدره. له منزلة رفيعة ومكانة عالية في دين الله تبارك وتعالى، إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وهو يتحدث عن الصبر،
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني خير العطايا وأعظم الهدايا وأعظم ما يتصف به الداعية الصبر واحتمال الأذى في سبيل الله. الصبر الذي جاء في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى في لسان لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب التي تصيبك في هذا السبيل وفي هذا الطريق. لأن من سنة الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله أن من قام وسعى لإقامة هذه الفريضة لابد وأن يبتلى، لابد وأن يبتلى حتى يمكن، إذ لا يأتي التمكين إلا بعد الابتلاء. ولهذا سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله: هل الأفضل للرجل أن يبتلى أو أن يمكن؟ فقال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ نعم، حتى يمكن ويصل إلى الثمار والنتائج لابد وأن يبتلى. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فطريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس طريقا معبدا، وليس طريقا مزينا بالورود ولا مفروشا بالفراش الأحمر بالسجاد الأحمر، وإنما هو طريق محفوف بالمخاطر، محفوف بالشوك، محفوف بالتعذيب، محفوف بالقتل، محفوف بالمصائب. ولهذا على الداعية أن يتصور معالم الطريق أولا حتى لا يفاجأ بطبيعة الطريق، لابد أن يتصور تصورا صحيحا، وأن هذا الطريق لابد من سالكه أن يبتلى فيصبر ويصابر ويحتمل الأذى ولا يستعجل الثمرة. الله تبارك وتعالى مع أنه القوي القهار، مع أنه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مع أنه الذي إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، لاحظ هذه الدروس العظيمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العطرة. 14 سنة في مكة هو وصحابته لقي من ألوان التعذيب والتنكيل ما الله به عليم. طيلة تلك السنوات يؤمرون بالصبر واحتمال الأذى وكف الأيدي حتى
ألجئوا واضطروا إلى الهجرة، ترك بلادهم وأوطانهم وأولادهم وآبائهم والعيش في بلاد الغربة. نعم، الصبر والمصابرة، لأن الصبر يخرج الرجال ويخرج الرواسي الأثبات الذين تقوم على أكتافهم الدولة المسلمة بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقيم أمرا ما هيأ له الأسباب. إذا كان الأساس قويا فالبناء قوي، وإذا كان الأساس ضعيفا فالبناء ضعيف. خرج هؤلاء الرجال الذين قامت الدولة المسلمة في المدينة بعد ذلك على أكتافهم، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بأموالهم ودمائهم وبنفيس ما يملكون، لأنهم تخرجوا من مدرسة الصبر في مكة. الصبر على احتمال واحتمال الأذى في سبيل الله. الداعية لابد وأن يتزود هذا الزاد في حياته ولا يستعجل الثمار. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ كيف أعقب تبارك وتعالى التواصي بالصبر على التواصي بالحق، لأن التواصي بالحق بحاجة إلى التواصي بالصبر. إذن أيها الأحبة في الله، هذا أصل من الأصول التي يجب مراعاتها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كما جاء في حديث خباب بن الأرت في صحيح البخاري ومسند أحمد، قال أي خباب بن أرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ نعم، ألا ترى ما نحن فيه؟ تعذيب، مشاكل، مصائب، سلب الحريات، نعم، إكراه، قتل وتشريد، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل النصفين، وفي رواية: فيشق باثنتين وما يسده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب أو عصب وما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، وفي رواية أحمد: حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولاحظ هنا، ضع هنا خطا تحته خط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكنكم تستعجلون. إن هذا الأمر سيتم كما تم، وإن الإسلام سيخرج من غربته الثانية هذه كما خرج من الغربة الأولى في أيام المصطفى والصحابة الكرام، ولكنكم أيها القوم تستعجلون. نعم، الخلافة
على منهاج النبوة قادمة، والمستقبل للإسلام حتما بلا شك. والله تبارك وتعالى لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ولكنكم يا جماعة الخير تستعجلون، واستعجال الثمار والاستعجال في غير موضعه مهلكة، والاستعجال في غير موضعه ومكانه مصيبة. تحكيم العواطف وتحكيم الحماس قاصفة. ولهذا قال العلماء: العواطف تنقلب قواصف ما لم تضبط بشرع الله تبارك وتعالى، تتحول إلى قواصف تقصف كل شيء، وتبيد الثمرات والمكتسبات، وتهلك الحرث والنسل ما لم تضبط بشرع الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. إذن ولكنكم تستعجلون، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيها الأحبة في الله، إن بعض الناس يتصرف بحسن نية، يتصرف بعاطفة، يتصرف بحماس، وهو يريد أن ينصر الدين، ولكنه في حقيقته يضعف الدين، ويؤدي إلى تقهقر الدعوة، ويؤدي إلى استضعاف المسلمين أكثر، لما يقوم به من التصرفات الطائشة التي لا تقوم على الحكمة، ولا تقوم على منهج ومسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. إذن لابد من الصبر على كلمة الحق، والثبات على طريق الحق، والاستمرار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونشر التوحيد والسنة. نعم، يأتي يوم القيامة نبي ومعه رهط، ويأتي نبي ومعه رجلان، ويأتي نبي ومعه رجل، ويأتي نبي وليس معه أحد. بالله وتالله ووالله ورب الكعبة، إن هذا النبي لم يفشل في دعوته، وإنما بلغ، وما عليه إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، أدى الأمانة وبلغ أمر، بلغ أمر الله تبارك وتعالى، لكن النتائج بيد الله. فعلى المسلم أن يعلم بأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عندما تنتشر لا تعرقل، لا تعرقل بتصرفات طائشة، وإنما تترك لتنتشر، لتكتسح، لتكتسب، نعم، ليكثر المسلمون، وبعد ذلك ليتقوى المسلمون، وبعد ذلك تأتي هذه الثمار، ليكتمل الهيكل بعد ذلك بقيام دولة مسلمة. أما تصرفات يقوم بها بعض الناس الذين لا يزنون الأمور بموازينها الصحيحة، ولا يعرفون بمقاييس الشريعة الصحيحة، فإن هذا يؤدي بالدعوة إلى الله إلى القهقرى وإلى الورى، ويشوه صورة الإسلام والمسلمين، فلا كافرا قصبوه ولا الإسلام نصروه. نعم، نتائج سلبية ومكتسبات ضائعة. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله، بل جهاد السلاح وجهاد السنان وجهاد السيف ما هو إلا وسيلة لجهاد الكلمة، ما هو إلا وسيلة والغاية من الجهاد في سبيل الله. أعني جهاد السيف
الغاية منه إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إجماع العلماء بأن جهاد السيف وسيلة وليس غاية، وليس غاية، مع أنه ذروة سنم الإسلام، ومع أنه لا قوام للدين إلا بالجهاد في سبيل الله، مع ذلك كله ومع مرتبته العالية في الإسلام يبقى وسيلة من الوسائل التي يتذرع بها ويتوسل بها إلى تحقيق إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم يا جماعة الخير. فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا أي هذا النوع المشارك فيه كثير، يشارك فيه العامي، يشارك فيه العالم، يشارك فيه جميع أصناف وشرائح المجتمع. يقول: وهذا النوع المشارك فيه كثير، والثاني هو جهاد الدعوة، جهاد الحجة والبيان. قال: وهو أي هذا النوع جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين، يعني أفضل النوعين من الجهاد لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. ثم استدل بآية سورة الفرقان، قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. قال: فهذا جهادهم بالقرآن، وهو أفضل الجهادين، جهاد العلماء وجهاد الدعاة وجهاد الحجة والبيان. والجهاد الأول الذي يترتب عليه الجهاد الثاني. فلماذا نعكس المفاهيم؟ ولماذا نقلب المفاهيم والمقاييس حتى نزهد الناس في الدعوة إلى الله، ونختزل معنى الدعوة، معنى الجهاد، في جهاد السيف والسنان فقط؟ إن هذا من الأخطاء الفاشية والمفاهيم الخاطئة. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: الذاب عن السنة مجاهد، حتى قال يحيى بن يحيى إمام السنة وإمام الأئمة، حتى قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. أين أنتم يا جماعة؟ تفشل في تبليغ الكلمة، ولا يكون لك دور أبدا في البيان والحجة، ثم بعد ذلك تريد أن تتسلق الجدران وتستصقر وتحقر ما عظمه الله تبارك وتعالى. الدعوة لابد من التركيز عليها، ولا تقوم دولة مسلمة إلا بالدعوة، ولا يقوم جهاد في سبيل الله صحيحا إلا بالدعوة، ولا تقوم هذه الأمة من هذه الورطة التي وقعت فيها إلا بالدعوة والبيان وتربية الناس وتزكيتها وإقامة مجتمع صالح وأمة قوية. يقوم الجهاد والدعوة والدولة المسلمة على أكتافها. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها طلاب العلم وخاصة الأمة وعامتها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس، هو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، بأموالكم جهاد، أنفسكم جهاد، بألسنتكم بالدعوة جهاد في سبيل الله. إذن من اختزل معنى الجهاد في جهاد السيف فقط، إن هذا من المفاهيم الخاطئة للحديث بقية. وفي المزادة مزيد بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين ومن اقتدى واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، معكم دحشرني تيرك وين أكم إذا تيرك أي دين تينو ضدك أي نوية داي إن أنا ستاقنو وآه إلهي دين تيسا إن لفافيو ودعوة اللي ستاقو وخيرك لفافيو وحق الرب تبارك وتعالى أدوى مدى لقارسيو وإنت اللونسان لسوقبتو وشرك يفسادك لقهرتكو أرنتا سيئيان كهليني عن صوت الماني شيء والبو إلهي لو قلنا وانا يتاني كم يتحي وحليه يتشيد لومره جيت كان أوحاك شده يقران كريم كأه نبي محمد وفاه فاهي صلوات ربه وسلام عليه واكلا لقدقين نولوشيس سيداس دراد يدروحا حلكا يا مسؤولية دا إسو تاقية وعلو باهي هاي وانصوش شاقني خطوة دي هراكوسو تلماني إنو تلابوين كيسة هي دعوة ذيسة، هي تصرف كيسة وكسة لها علم شريعة قضب كما أنت أنكه الله إنه وإساقنا كاكوحيق وحوية هاي روح الداعيقة هي دعوة ذي إلهي أتاقا وحالة دونيا إنه الصبر يأت كيس أولي هاي هوشة هي برنامج كأوضة نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه حديث صحيح وفي صحيح البخاري كيوم باوحو لي هاي روح لمسينين وحك خير بدن او كوين صبرك وح الهي اضونك اوصيه وح اقوين وح يلا اقوين كم ذا بعد الاسلام انو الروح اليه الصبر يا اتكيس يا كاتسيوني يا انو سندق دقي صبرك ولا قوضه قيبه صدح لهيد إنه روح طاعة إلهي الصبر يأتكيس أولي ومعصية الرب أي نفط تشعش هاي إسكعلين تيدي النفط إنه كعلي إنه أتكيس يصبر أولي ووحي إلهي أقر شيء وأقدر يوم مصائب وكتما ذا إنه صبر يأتكيس أولي إنت سي إلهي تبارك وتعالى وحو سيادتك كوة وكعلي دعوة مركة ومهمة عدي ستاك تاي إلهي السنة دي سأيتها إلا امتحانه أول إبتليه أول قكعه أول دعاه ديه أول ماغه أول واحد قدبه أول الدلو أول حلو أول الرفاديه وطريق ده بعد يسوه سلاس طهيب ما أهجد انت اللي هجاتي اللامي أو تكدر دريني سماح ما أهجد انت السيشايات قدود الله لكي أتكت مشليني سماح ما هتشد أبح كوكسور دويني يوح قروح سنماح لكن واتشد قضحي تالو ورفادي يالو ورباطة تالو وحبسي يالو ويعبسي قلين تالو ودل يالو وحوال بيالان وكولي بكرا شد كنو عاصر كمركة يا قادي كروي وحا قادي كرعيدي إلهي صبر سيو وأتكيسي له سأصدر هذا بأربيقان تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحكوت المامي اللقمان الحكيم نكلا ليه ترويل كي سمرك وانيني وحكوي رويل كي يجيو سلادتوس وناقفر
حمانتنا الريب وحي كو أصيبنا كو صبير ربي وحي كو دارتي ابن آدم كو دمانتي إنو خسار سيهي إلا ذاتك إيمانك عملك صالحة خير لي صدر دارمو إيا صبر لي صدر دارمو ذاتك إنتا كو صفاي سنمويه إنتا كلاوا خسار سيه حق لي صدر دارمو صبر كو لي صدر دارمو ما لقدم بيسي ما علي سوكو حيشيني علشان واسكو حرين أظن صبر لهين مسؤولية دنيا حيل كان ما بقى هذا كرتيب قيبا نكم قيبا ذنكم ما قادن كرت لأن وحي الهديبة اللي وعب سجل يا هذا عريس ونفت هذا مركز بغضبة عاد فري ربي حكى بعيس ومركي حالة دي سكر ربي عاد محوقة هاي لا هذا هو هدي ميل قاري ميس ده هوش أن نشيت كنا ما بقى هذا كرتيب ما قى هذا كريس ساس دراد ابن الله أقول تلاك لدد خاص تبي عدي سوى نعاس الإمام الشافعي عليه رحمة الله أي واحد لو يدي روح ما وحى أوران مركه أوجه الرزبة إن أول الله سيو الله تمكينيه مثلا إن لا امتحانه أو امتحان ككذب أودي يتمكين كلا سيو كيرون بالي إمام الشافعي وحويه وهل يمكن حتى يبتلى أمي بسورة بكرتابة أيضا امتحان للصوم مرنين إن أول الله سيو ما بسورة بكرتابة سؤال شو مصح سنوه سؤال شو صعمة لأن ما بسورة بكرتابة حق الربي أود يحل مسؤولية الدولة إن هذا شو إلى طريق ابتلاء امتحان كصامرت وإن أردت شيء قال لو صامر يو لو صاب سليو أو لو صاكر كريو أو محو أي أد لو صحيو شيو وهذا نقطه عد مسؤولية يحل كان قادي كرت أوفيرسو ربي جن تبارك وتعالى مع أوي هاي أود أن لهور استاجي كرين وحو ربنا هالكلمة كن أي وحو البكو أهانا يا هذانا أوفيرسو درسي ربي جن إن السي نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه دعوتي سي وأين مر والبت الماما إنه إن التهاي ماشاء الله نقول يا مركا دونيس إن اسمي زانتو مصحصنتاي مسواد قلدنتاي أوفيرسو ربي بمامولي تبارك وتعالى دوري طوان سنو مكو جوغا إسقي صحابتي سي راعي مركي هور دعوته قرسودي بكو بلاوتي مركي دمنا فاستع بما تؤمر با لا يريو قرب ولا صوبحي صحابتي سي ددكي راعي رفات هي دل هي عدادين هي قع انت صورن مركا لا مريناي او قار لا ديلاي او قار لا خيداي او قار لا اسكو داي او قار لا قخيناي الله وحو اودا تبارك وتعالى ريمك هل مرينو عقت مريو بل نبي جينا مركو طائف كسو نوقدي صلوات ربي وسلام عليه سو ادو مرغسن او ري طائفنا اي سو دغخيين ايا اسغو دخدو سو مريا ملغي بورها ويمت وقال ملك الجبريل لا صعدو ملك الجبريل بالنبي الله الله صلى الله عليه وسلم وحي محمدو وحا الى صعدو ملغي بورها وحيل سارنا ربي بان كسخونا هداد فصحدنا لبدا بورود دينعيها كا اريما كا يي وخي كا اغدوبا وا لوغو ايغا لوغو دبوليا وانا لبابينيا فصعب علي وركاز النبي خوري صلوات ربي وسلام عليه مايا مايا وحرجينيا عيد الهي عابده انو دبركودا كسو صار دايا اود ربي تبارك وتعالى وحل عاجز كيلين كرما ومع ذلك النبي محمد اي صحابدي سي ددكي الله جعلا طريقه سلمري صبري أتكيس صوت وادقرن كرتايو مدرسة اللدون يأني كسو قلن شبيان يهوش اللد مع سيه وإسليه عالم كمسؤولية سبال روائن قادان دولة دلان دون تال اللدون يأني قربوه دكو استاكت رسالة دان على الروائن عالم كأو قادان وقرسيان ساس دراد وإن لتربية يو وإن لبروه انضباطك أيقول دفسنا يأني صبري كران أيقول العدادين يأني لعلين كرو إلا أمرك كره يجوعي كران وأمرك قاضين كران نفط واحد ربتك أتكان كران رجعت كاضي بصوبحي أرض الحبشة آذين مدينة أهجرودين ولا اللاي والرفادين وصوبحين مدينة لتجي دولتي بعد لات ييكو استكثي دولتي أساس كمرك دوني سجوري طبعاً دوقة وين أساس كاتك يسوي هذا سدوني سجوري هل دوقة ما دوقة وصارنين أساس كوا كجدي سيء رجع للتربية يي وحلو ديارين أي مسؤولية دخلوس الصوص حتى إنا يجا إسكوتاكت وهكذا بروحنا لنا ضد أن صبر أن دل قادن أن شيت كامر أن الله امتحان وكفكت هاي إنا يمرها حقيقيا ساس دردت وين دعوت الله صبر وشيت كذا لغو صبر وأتكيس الله يش وديب كإيمانه يلغو صبر وحق فافيا حق وفافيا دعوتي وفافيا
boqolaal baa soo islaamaya dadkii soo islaamayba meelaha taagtaagan oo loo la'yahay wixii lagu wax lagu bari lahaa ama islaamkooda lagu xoojin lahaa kii caasiga muslimka masaajidka soo galaya masaajidiibaa buuxda xijaabkiibaa faafay khayrkiibaa socda war khayrkan faafay iyo wanaagani meel buu ku socdaayo alla ku wataaye ha carqaladaynin dhibna ha u geysanin dhukaadi ha degdegin nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilliga ay maka joogeen oo la rafaadinayo la dhibayay khabaab bin arata wuxuu leeyay nabigaanu nabi sal alay wasalam isagoo macawistiisa kacbada hooskeeda barkan ama ku tiirsan ku dangiga ayaan uu nabigu sal alay wasalam markaasaan idhi yaa rasuul allah miyaadan ilaahay noo weydiinaynin nasri miyaadan ilaahay noo baryaynin dhibkana haysta soo maaragta wax la adulqaadan kara maha rafaad markaasaa nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam hortiin ummadihii hore nin baa la keeni jiray nin mu'min ah muslim ah baa cadowgu soo qabanaya gaaladaa soo qabanaysa dhulkaa loo qodayaa qaar dambaha loo gelinayaa minshaartee la soo qaadanaya madaxa bartamihiisaa laga saarayaa waa la kala jarayaa ilaa laba qaybood uu kala go'o diintiisana kama hor istaagi jirin saasuu diintiisa ugu adkaa ku dhiman jiray mid kalaa la soo qabanaya fargeetada bir sida fargeetadoo kale ah ayaa jirhkiisa loogu shanlaynayaa xididadii iyo seedihii iyo hilibkii waa ruux nool diintiisana kama noqon jirin oo arrinkaasi kama hor istaagi jirin ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu uri sal alay wasalam arrinkan alla waa dhammaystiri doonaa waa arrinka diinta waa xoogaysan doontaa dulligan iyo waxanna waa ka bixi doontaan arrinkan allah waa dhammaystiri doonaa ilaa ruuxu intuu ka soo baxo sanca ilaa xadramowta waa yeman inta u dhaxaysa uusan alle iyo yey uu arigiisa uga baqaya mooye cid kale uusan ka baqin islaamkaa gaadhi doonaa amnigaa faafi doona riwaayada axmed waxay leedahay madiina ilaa xadramowt inta u dhaxaysa ruuxu keligii iska soconaya allah ama haynta adhiga uu wato inuu yey uga baqa mooyaane cid kale isagoon ka baqayn islaamkani waa xoogaysan doonaa wuxuu nabigu uri sal alay wasalam walaakinakum tastacjiluun waad se degdegaysaan waad sehee degdegaysaan khuliqa alinsaanu min cajal insaanka xaaladiisu waxay tahay inuu iska degdego oo maanta beertuu beeray wuxuu jecel yahay inuu caawa goosto oo islaantuu caawa u galmooday hadduu heli karo berribuu ka dhalin lahaa oo maba sugaba muxuu ahay wax sugba laguma karo walaakinakum tastacjiluuna war waa degdegaysaane sabra oo suga oo midhahaha soo dadajinina leanna waxa weeye midhihii oon xilligoodii diyaar ahayn haddaad tidhaahda ha la goosto waa khasaaro man istacjala shay-a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani waa lagu xirmaanina waa lagu qadinayaa wixii horay loo soo dhisayna waa dumin wax xukumanna keeni mayst waa tan soo sheegnay raasamaalka haddaad haysato ribixa raasamaalka marka hore ilaalintiisa lagu dadaalaa muktasabaad dacwo khayr diin socota ammaankaasay ka faa'idaysanaysa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh heshiiskii xudaybiya sanadkii lixaad markuu galay heshiis alla qasbay buu ahaa bunuuddiisa iyo qodobada lagu heshiiyeyna qodobo aada u khadhaadh bay ahaayeen aadna u adag marka loo fiiriyo muslimiinta xilligaasi weliba xoog badnaayeen oo ciidamo badnaayeen oo reemaka ay ka adkaan lahaayeen baa alla wuxuu ku qasbay inay galaan heshiis qodobadiisu aada u qalafsan yihiin xikmaddu dib bay ka soo bixi doontaa heshiiskaa alla wuxuu ku magacaabay fatxi buu ku magacaabay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinaa lianna suuratu lfatxi waxayba soo degtayba heshiiska marka laga soo laabtay oo nebigu madiine u soo socdo oo dhexda ku soo jiraa waxaa soo degtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinaa ayna hada alfatxu lmubiin alfatxu lmubiin u fiirso nebi maxamed sal alay wasalam qabla daalik muddo dheer oo maka uu joogay ilaa lix sano oo madiine uu joogay muddo dheer oo uu dacwada waday ragga maalinkaa la socda oo ciidan ahaan ula socdaayey kun iyo dhowr boqol oo nin bay ahaayeen heshiisku markuu dhacay waa soo noqday nebigu sal alay wasalam laba sano kadib waa sanadkii sideedaad oo nebigu maka uu ku duulay toban kun
oo ciidan abu watay. Sideed kun iyo dhowr boqol xaggay ka yimaadeen muddadii ay dacwadu jaaniska heshay ee labada sano ka yarayd baa khalqigani diinta soo galay. Farqiga intaa leeg u fiirso. Sidaas daraaddeed amniga iyo ammaanku waa jaanis dacwo waay. Haddaad mas-uuliyaddii xilkii qaadan karto, laakiin inaad ka caajistood gudan weydood meel kaleeto aad fuusho oo derbigu kula dumo ood ummaddii khasaare geliso ood muktasabaadkii iyo raasamaalkii burburiso adigoo iska niyad wanaagsan, taa iyadaa wax weeyaan walaakinakum tastacjiluun. Ha degdegina kaadsada, tartiibsada. Shaki wuxuusan ku jirin biidni illaah inay ummaddan iyo diinteeda iyo inta xambaarsanba ay ka bixi doonaan qurbada hadda ay ku jiraan sidii ay qurbadii horeba uga baxeen. Taana nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baa axaadiis farabadan ku tilmaamay. Laakiin dariiqee looga baxaa qurbadii hore see looga baxay? Dowladdii nebi maxamed say ku dhalatay asbaabtay ku timid qurjidkii lagaga baxay qurbadii hore, isla asagii unbaa qurbadan dambena lagaga bixi doonaa. Sidaas daraaddeed waa inaad dariiqa istimraarto, waa inayna hasiima kugu dhicin. Nafsiyan ha u jabin, ha caajisin, ha isdhiibin, ha dulloobin, hana degdegino waxaan munaasib ahayn ha ku tillaabsanin. dariiqaasaa insha allahu tacaala wax badani ku xaqiiqoobi doonaan. Wax badanoon maanta haysannana xaqiiqo uu ku yahay dacwadu walaalayaal waa jihaadka noociisa ugu fadli badan waay. Alimaam ibnu lqayim calayhi raxmat ullahi wuxuu leeyahy, cilmiga sharciga oo la dalbo waxaa laga dhigay sabiilillaahi mid ka mida min sabiilillaahi baa laga dhigay. Maxaa yeelay islaamku wuxuu isku taagaa cilmiga, sidoo kale wuxuu isku taagaa jihaadka. Jihaadku marka waa laba nooc buu. Jihaad lagu jihaado gacanta iyo hubka, kaa wuxuu yidhi dadka ka qayb qaataay waa fara badan yihiin. Caamiga ka qayb geli, cid kastaa ka qayb geli. Midna waxa way waa jihaadka noociisa loo yaqaano jihaadulxujja walbayaan, xujo iyo caddayn iyo dacwo iyo xaqoo la sheego. Kaa wuxuu yidhi waa jihaadka dad khaasa u istaagi kara, waana dadkii rususha raacay jihaadkoodii wey, waana a'immadii jihaadkoodii wey, waana labada noocee jihaadka kooda fadliga badan wey. Maxaa yeelay wuxuu yidhi manfacadiisa weyn, ma'uunadiisuna waa adag tahay, cadowgiisuna waa badan yahay. Markaasuu aayaddii qur-aanka fii suurati lfurqaan ku jirtay akhrinaynay buu keen wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. Nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi gaalada la jihaada, mushrikiinta la jihaada, oo waxaad kula jihaadaan xoolihiinna waa jihaad, naftiinna waa jihaad, carabkiinna waa jihaad, bal jihaadka sayfta iyo qoryaha iyo sawaariikhdu waa wasiilo lagu gaadho dacwada iyo diinta faafinteeda ee qaaya ma aha biijmaaci lculamaa. Sidaas daraaddeed waxyaalaha khaldamay waxaa ka mid a mafaahiinta qasantay in wasiiladii guluwi lagu sameeyo oo qaayadii iyo dacwadii loo burburiyo sababteed. Wuxuu leeyahay Sheikhul Islaam Ibnu Taymiyaa calayhi raxmatullah, ninka bidcooyinka ummadda ka difaacaya oo xaqa caddaynaya waa mujaahid buuri. Yaxya ibnu Yaxya, imaamkii a'immada, ayuu wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi adhabu can sunna min afdal jihaad, ama afdal jihaad, sunnadoo la difaaco, diintoo la difaaco, khayrkoo la faafiyo, xumaantoo laga hortago, jihaadka ugu fadli badan waa. Waxyaalaha khaldan bay marka ka mid tahay in la yaso dacwada oo dadkeeda la xaqiro oo ninka u taagane ee ibtiloobay ee intaasoo dhiba u soo maray loo arko inuu yahay nin qaacid ah, oo loo arko inuu yahay nin ibtilaysan, oo loo arko inuu yahay nin gaalo u shaqeeya, oo loo arko inuu yahay jaajuus, oo loo arko inuu yahay nin aan mas-uuliyad ummadeed bahayn. War mas-uuliyadda ka weyne ummad loo qaban lahaa maxay tahay? Jihaadul khaasa wa afdalul jihaadayn. Waxaa loo baahanyahay marka in mafaahiimtaasina sax noqoto, dacwada iyo diinta faafinteedana juhdigii iyo dadaalka laysugu geeyo, sabir iyo adkaysina loo yeesho, oon la degdegin thimaarta iyo midhaha soo socdana waqtigooda ka hor in la goosto aan laysku dayin, kadibna masaa'ib iyo waxaan la xambaari karin aan ummadda sabab loogu noqonin. Sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika wa rasuulika muxammad wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin, warda allahuma can asaxaabati waattaabiciin.
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا حي يا قيوم. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.